مرحبا، معكم محمد من قناة تكنولوجيا S4TN. اليوم حابب أحكي لكم عن شيء بيخص السيرفرات. هلا في كتير عالم تسمع عن نظام تشغيل ويندوز ونظام تشغيل لينوكس. طبعا في عدة أنظمة تشغيل تانية، بس هدول أقوى نظامين معروفين ومشهورين. نظام تشغيل ويندوز طبعا في كتير إصدارات، الويندوز الهوم، الانتربرايز، كذا اللي نحن نستخدمها، الاصدارات المكتبية، في اصدارات الويندوز سيرفر. وبالنسبة لأنظمة اللينوكس غالبا عم يتم استخدامها بالسيرفرات لأنه الفيروسات اللي بتنتقل لها أخف، لأنه هي أنظمة مفتوحة المصدر، يعني بإمكان أي مطور برامج حس أنه في غلط بشيء بيخص النظام فينا هو يقترح التعديل للشركة اللي عم تصنع لينوكس، وهي بالإصدار اللي بعده بتكون سكرت الثغرة. يعني مو بس فريق التطوير الخاص بالشركة اللي هو عم يسكر ثغرات هاي الأنظمة. طبعا لينوكس في منه كتير إصدارات وتوزيعات نحن بنسميها، في توزيعات الريد هات مثلا، في توزيعات سنت او اس، في سنت او اس، او في عالم بتسميها سنتوس. في توزيعات تانية، الأوبونتو مثلا، توزيعات قوية. اليوم انا راح احكي عن تنصيب وتنزيل وتنصيب نسخة سنت او اس. طبعا الهدف من اختيار هاي النسخة بالذات لانه انا فيما بعد راح احكي عن الويب سيرفر، وهذا الدرس حيكون مقدمة له. خلينا نبلش مع بعض. انا حاليا راح نزله على جهاز وهمي اللي هو باستخدام برنامج الـ Virtual Machine Virtual Box من أوراكل. طبعا عاملي عنه شرح وهلا هعطيكم رابط بمربع الوصف. هلا أول شي لازم أنا أحمل نسخة النظام CentOS. بفتح أي مستعرض عندي على موقع جوجل مثل العادة، مجرد إني أكتب CentOS، هاي هي صفحة CentOS.org. حاليا on get CentOS now. طبعا نظام CentOS هو نظام مجاني مشان تكونوا بالصورة، ما في حاجة انك تدفع اي شيء لحتى تنزله. مشان تكون بالصورة كمان هو مبني على توزيع الريد هات، يعني كمان اللي بيعرف توزيع الريد هات من اقوى النسخ. نسخ الريد هات الجديدة طبعا كله مدفوع، نسخة السنت او اس مو مدفوعة. هلا بالنسبة للإصدار الأخير للسنت او اس هو الإصدار الثامن، أنت فيك تنزله من هون. فيك تنزل السنت او اس ستريم. ستريم هي طبعا حسب ما أنا قريت عنها هي بس تفرق عن العادية إنه الحزم تتحدث تلقائيا، يعني هي مخصصة لأنه يكون جهاز متصل 24 ساعة بالإنترنت، تمام؟ بينما النسخة العادية ما فيها هالميزة، فأنت لما بتنزل الحزام أنت بترجع بتعمل لهم أمر التحديث بيصيروا بحد، يعني هذا الفرق الأساسي بيناتهم. في عندك إنه إذا بدك تنزل نسخ قديمة، هون older version، من هون تضغط فيك تنزل نسخة هلا هون عندك فتحنا الروابط. هو النسخة السادسة والسابعة والثامنة وهي تمان ستريم، تمام؟ أنا راح أرجع على الصفحة اللي قبل، هاجي من هون أضغط على سنت أو إس لينوكس دي في دي أيزو. طبعا ليش دي في دي مو سي دي؟ لأنه ما بيسع، مستحيل يسع على سي دي، النسخة كتير كبيرة. طبعا هاي الميرورز، هاي السيرفرات، كل النسخة موجودة بعدة سيرفرات، كتير سيرفرات كلها نفس النسخة، فانت من اي سيرفر اخذتها هي نفس النسخة ما في مشكلة. انت بتضغط مثلا على احد السيرفرات بيعطيك التحميل تبعها. طبعا هذا التحميل بحدود 7 جيجا او 7.3 جيجا مثل ما انا شايفين هون. انا حملته قبل ما ابدا التسجيل مشان ما ضيع وقت عليه، لانه 7 جيجا اخذوا عندي بحدود نص ساعة وخمس دقائق، يعني 35 دقيقة ل 40 دقيقة اخذوا ما عندي تنزيل، مع انه عندي سرعة منيحة. فأنا نزلتها، النسخة اللي عندي هون بمجرد داونلود. هاي
هاي التنزيلات هنلاقيها هون سنت او اس 8.1 والاصدار 86 و64، يعني بيشتغل للمعالجات العادية 32 بت وال 64 بت. طبعا بدك تسأل على اي نظام تشغيل، بدك تسأل اول شيء شو المينيمال ريكويرمنت اللي هي الحد الادنى لمواصفة الجهاز. بالنسبة للسنت او اس 8 الحد الادنى انه يكون عندك المعالج 2 او 2.2 تمام، يعني 2200 2000 ل 2200 حد ادنى. الرام لازم يكون 2 جيجا على الاقل، وهارد ديسك لازم يكون بيحتاج لمساحة تخزين 20 جيجا بايت. طبعا هو ما حيستخدمه كلياتهم، بس لحتى يقبل ينزل فهو راح يحتاج 20 جيجا. انا هلا راح افتح برنامج الفيرتشوال بوكس. طبعا انت هذه الخطوات على الفيرتشوال بوكس انت فيك تنزل على الجهاز العادي تمام، بس انا بنزل على الفيرتشوال بوكس لانه الفيرتشوال بوكس بيخليني اني نصب النظام بدون ما اثر على نسختي الحالية من النظام، لان ما يأثر على الويندوز الحالي ما يأثر على اي شيء. هلا هون اول شيء بنشئ جهاز راح سميه سنت او اس. لاحظ مجرد ما انا اخترت الاسم لحاله راح لي على لينوكس على الريت هات 64 بت تمام. طبعا لاحظ الاوبونتو موجود هون، بس انا راح اخذ الريد هات لانه هي السنت او اس هي من الريد هات نفسها، تطوير للريد هات. راح اعطيها هلا تالي نيكست. راح احدد له الرام، راح استعمل 4 جيجا تقريبا للرام. راح انشئ له هارد بحدود ال 40 جيجا هو التلكم بينزل على 20، بس انا راح اخصص له 40. راح احط الهارد او خليه لحاله بمكانه ما بيأثر عليه. اخصص له 40 جيجا، راح اجي لهون كرييت. هلا تنشأ الجهاز مشان نتورك، راح خليه ياخذ اي بي بريدج هامله مشان ياخذ اي بي حقيقي من الراوتر، اعطيه موافق. هلا راح اشغل الجهاز الوهمي او الافتراضي. طبعا مثل ما حكيت انا قبل هلا، تنصيب الانظمة على الفيرتشوال بي سي او الجهاز الوهمي الجهاز الافتراضي دائما بيكون ابطأ من الشغل على جهاز حقيقي. طبعا هلا هون انا راح اختار له ملف الايزو وين ما حطيته انا، تنزيلات هذا هو اوكي. هلا لاحظ معي شو اعطاني اختيارات، انستول سنت او اس لينوكس 8 تيست ديس ميديا اند انستول. هلا انا ما حعمل تيست للميديا لانه انا نزلت النظام عن طريق الانترنت داونلود مانجر. انت فيك تنزل عن طريق اي مانجر اذا ما لك واثق كتير باتصال الانترنت عندك انه قطش صغيرة او لا، فيك كمان انت تعمله، بس انا مشان ما يروح كتير وقت دغري راح بلش التنزيل النظام. الشغلة الثانية اللي بدي احكيها هلا اثناء التنصيب، انه انت بدك تنزله على جهاز عادي ملف الايزو نفسه فيك انت تعمل له حرق ببرنامج النيرو او بدون برنامج نيرو، صار فيك انت بالويندوز 8 والعشرة خلينا وحتى يمكن 7 بتذكر، فيك بدون برنامج نيرو تعمل حرق للملف الايزو على دي في دي مشان تستخدمه وتقلع منه وتنزل النظام.
هلا بعد ما صارنا خلص الإقلاع وصلني للوحة إني بلش نصب النظام، لاحظوا إنه أعطيني ماوس، يعني أنا في نصبه بشي سهل، ما في كوماند بالموضوع، ما في أوامر كتابية، فيك تنصبه بأي لغة أنت بدك إياها. حاليا راح نصبه إنجليزي، لأنه ليش أنا دائما نصب الأنظمة إنجليزي بعدين أحيانا بقلبها اللغة، لأنه غالبا في كتير بارامترات بالأنظمة لما أنت تنزل باللغة الإنجليزية بيكون أفضل ما أنت تنزلها باللغة العربية، تمام؟ وتانيا في كتير حزم بتكون مو متوافقة أحيانا مع اللغة العربية كسيرفرات، فأنا هلا راح نصبه باللغة الإنجليزية، ولاحظ المفردات ما راح تكون نوب صعبة. هلا اللغة الإنجليزي، أعطيه تالي continue. هلا هون عم يعطيك ملخص تنصيب، اول شي انه شو اللغات اللي بيدعمها، اللغة الانجليزية time and date، الوقت واللغة، اي منطقة زمنية فيك انت هلا تختار له. هلا انا حاليا باوروبا، توقيت امستردام اوكي، زائد خلينا هالتوقيت برلين، هو نفسه تقريبا ما حيختلف شي يعني هذا الموضوع. هلا هذا الموضوع زبطته، اعطيه دان يعني جاهز. هلا هون منين بده ينصب؟ ينصب من اللوكال ميديا ولا من سيرفر؟ لا، من اللوكال ميديا. اللوكال ميديا يعني هي الدي في دي اللي انا حملته من النت. سيرفر انه انا بدي احمله عن طريق شبكة، لا من اللوكال ميديا، تمام. المسار تبعها هون اذا في ميرور، يعني اذا في نسخة تانية منها عن طريق الشبكة، هون في تبع التأكيد تبع الفحص تبعها، انا ما هلا ما راح اعمله، هعطيه دون، تمام. هلا هون بيقول لي السيستم انه كيف بدك تقسم الهارد. هلا انا اذا لاحظتوا الهارد ديسك انشأته فهو يعتبر هارد ديسك فارغ حاليا، فهون فيك انت تختاره بهالطريقة هاي انه يختار هو التقسيمات اوتوماتيكيا، اوتوماتيك، تمام. كوستوم يعني لما انت تنشئ الدرايفرات، نحنا كونه عم نعمل درس تجريبي فانا ما راح اعمله كوستوم، راح اخليه اوتوماتيك، تمام. الكوستوم اهم شيء انت انك الدرايفر تبع السواب يكون ضافين الرام اللي انت حاطه، يعني مثلا انت عندك رام مثل هلا انا عملته 4 جيجا، يكون السواب 8 جيجا. شو هو السواب؟ هو ذاكرة مؤقتة بتدعم نقل الملفات بسرعة، تستخدم الملفات بصيغة مؤقتة كأنه بتستخدمها انت على الرام. هي السواق، السواب هي من اساسيات السواقات اللي بدي انشأ لينوكس دائما في عنده بدي انشأ سواب، فهي اهم ملاحظة فيك تحكيها. اما انا بالنسبة لي هلا عم بخليه اوتوماتيك، خليه هو يختار التقسيمة اللي بده اياها لانه انا درس تجريبي، تمام. هلا بعد ما اخترت طريقة التقسيم، واخترت منين بده ينزله، واخترت شو اللغات اللي بده يدعمها، لغة الكيبورد واللغات اللي بده يدعمها والتاريخ والوقت، فهلا صار في اعمل begin installation اللي هو انه يبدأ التنزيل. هلا اعطاني يوزر سيتنج، الروت باسورد واليوزر كرييشن. الروت بالنسبه للينوكس، الروت هو المستخدم الجذر، يعني هو المستخدم اللي معه كل الصلاحيات تبع النظام، مستخدم الادمنستريتر بالنسبه ل، هو المستخدم المسؤول بالنسبه لويندوز، تمام. فانا هون في انا اعمل له روت باسورد اني احددها حاليا، مثلا انا بقول له ادمن 3 4 مثلا، وفي ارجع اختار ادمين 1 2 3 4. لهون اعطاك انه ويك، يعني هذا الباسورد ضعيف، طبعا بده يكون ضعيف. هلا انا عم حطه لانه
انا عم حطه جي بي، فانت فيك تحط مثلا رموز وارقام، يكون الباسورد من خاناته فوق مشان يكون قوي. هذا الحكي ما في مشكلة، انت بتختار الباسورد اللي انت بدك اياه. هون لك بريس دان، انه جاك بس مرة تانية دان مشان يثبت الباسورد. تمام. هون اذا انا بدي انشئ يوزرات فرعية، يعني مستخدمين بصلاحيات اقل، حاليا انا ما راح اعمل هذا الحكي، راح خليني على مستخدم الروت، المستخدم الاساسي. هلا بعد ما نزل كل الحزم بلش يفعله عشان يكمل التنصيب. طبعا مثل ما لاحظتوا انا ما عملت اي اجراء، هو لحاله عم ينصب على مهله، ما في حاجة لأي شيء انك تعمله. هلا طلعت لنا اللوحة الأخيرة اللي هي بس انه بيقول لك انه بده إعادة تشغيل، فأنت بس هون تضغط على زر ريبوت عشان يعيد تشغيل، وهيك بيكون خلص تنصيب نظام التشغيل لينوكس سنت او اس. هلا بلش نظام التشغيل بعد إعادة الإقلاع، يدخل على نظام التشغيل، نعطيه شوية وقت. طبعا أنا إعادة تشغيل قمت ال DVD من السواقة، يعني قمت ملف الأيزو من الإقلاع، وأنت إذا عم تشغل على DVD بدي من السواقة. هلا بعد ما خلص إقلاعه بتلاقي فتح لك هالنافذة هاي اللي فيها اتفاقية الترخيص، فيها إنشاء المستخدم. هون اتفاقية الترخيص بس هو بدك تكبس عليها هيك بهالشكل، تعمل له اكسبت انه انا بقبل اتفاقية الترخيص، تعمل دان، بتنشئ مستخدم. اذا انشأته اثناء التنصيب عادي، واذا ما انشأته فيك من هون تنشئه. هلا طبعا هلا هون الاسم الكامل بتحطه فوق، هون اليوزر نيم، فيك تحط الاسم اللي بدك اياه انت، مو شرط تلتزم اللي هو اعطاك اياه. هون انه يعملوا ادمنستريتور، يعني يكون معه صلاحيات الروت. هون اذا تحط له باسورد، تمام. راح لما بدي احط له باسورد لليوزر، بس اليوزر اجمالا معه صلاحية الروت، يعني انا لما اطلب صلاحية الروت رح يطلب مني باسورد الروت اللي هو كان حطيناه نحن ادمن من 1 لـ 4. هاي فينش، يعني انهاء. هلا هيك كملت الاعدادات كلياتها، رح يرجع يعيد تشغيل. هلا طبعا لاحظ هلا بعد ما عاد تشغيل اعطاك اسم المستخدم الكامل هون، تضغط عليه ضغطة، كوني ما حطيت له باسورد فمباشرة راح يدخلني على سطح المكتب. لاحظ بقى هلا هاي الواجهة اللي قدامنا هي واجهة اللينوكس سنت او اس. لسه هلا عم نكمل اخلاعه. تمام. هلا هون بيقول لك اختار اللغة، راح اختار العربيك كلغة اظهار. هون الكتابة، حاليا منضافة عندي اللغة الانجليزية، في انا ضيف لغة العربية بهالطريقة هاي. هون مشان اللوكيشن سيرفيس اللي هي خدمة المواقع تفعلها ولا ما تفعلها، مثل لما انت تستخدمها على الموبايل. هون الحسابات الاونلاين اللي انت عندك اياها، جوجل ولا مايكروسوفت ولا فيسبوك، كمان فيك انت فيما بعد تعملهم، فيك لا تعملهم سكيب يعني تجاوز. هلا هون start using CentOS.
لينوكس. هذا مستند تعريفي بنسخة انه كيف تستخدمها كيف كذا، فيك تذكره اذا حبيت، فيك تتفرج عليه اذا حبيت تشوف تشغيل البرامج كيف وهيك. طبعا اللغة هاي العربية والانجليش كلغة كتابة. هون مشان السطوع، مشان عفوا مشان الصوت، هون ترفع الصوت، هون مشان الشبكة حاليا محطوطة انه غير متصل، فيك تعطيه كونكت مشان يتصل. طبعا انا هذا الحكي هلا اتصل، بين معي من ال فيرتشوال بوكس تحت على اليمين اذا شايفين شاشة الكمبيوترات شلون صارت متصلة، وهون صارت متصلة. هون في عندك مشان تغير المستخدم، تعمل تسجيل خروج او اذا تغير شي بعدادات الحساب، فيك من هون بقى ايقاف التشغيل. هون مشان هون ايقاف التشغيل، وهي هي الواجهة يلي هي واجهة اللينوكس. طبعا الاكتيفيتيز هي هون، لاحظ لما تضغط عليها بيعطيك البرامج الاكثر شيء مستخدمه اللي هو الفايرفوكس، مدير الملفات، وهون بيطلع لك قائمة البرامج كلياتها. طبعا هذا التيرمينال اللي هو موجه الأوامر هو أهم شيء بالنسبة لنا، راح نستخدمه بالدروس الجاية بالنسبة للسيرفرات اللي منه راح نصب لوحة السي بانيل. هاي البرامج كلها الموجودة. هون طبعا فيك انت تنزل سوفتويرات او اضافات من هون. هون عندك قائمة الإعدادات، كل شيء إعدادات حبيت تغيرها اللغة أو غيره. هلا هون لغة عربي وإنجليش، الإدخال حاليا محطوط إنجليزي وعربي، فيك ترفعها هلا. أوكي بعد ما عدلت كل هالتعديلات فيك انت تطفي الجهاز وتشعله. في عندك هون باور اوف، في عندك ريستارت، في عندك هون الغاء الامر. انا راح اعيد تشغيل. هلا بعد ما عاد تشغيل رجع بضغط على اسم المستخدم. نلاحظ هلا عندي صار اسماء البرامج بالعربي، لان قبل شوي غيرت اللغة العربي وبعدين عدت التشغيل. حتى الاعدادات الاعدادات كلها صارت بالعربي، فيك تشوفها فيك تعدل فيها. نرجع لهون، يعني باور اوف اللي هو ايقاف التشغيل. طبعا هو كان اليوم بس طريقة تثبيت نظام اللينوكس سنت او اس. سنت او اس هذا الهدف كان منه انه انا اعرف انظمة التشغيل نظام اللينوكس وشو ميزاته وكيف بيصير، وفيما بعد راح ننصب عليه نعمله ويب سيرفر
راح نشوف كمان بعض القصص، كيف انا بنصبها على السيرفر، كيف بتعامل معها من الكلاينت، مثلا حسابات الاف تي بي، حسابات الاس اس اتش. يعني هذا الشغلات متعلقة بموضوع مواضيع الاستضافة والسيرفرات راح نبلش فيها ان شاء الله اول باول ونطرق عليها. بتمنى انه يكون الدرس كان ممتع اليوم وما مليته كتير، وبتمنى انه كان مفيد كمان. يا ريت اللي عجبه الدرس يعمل اشتراك بالقناة اذا لسه ما اشترك، ويفعل زر الاشعارات، واللي مشترك اوريدي يا ريت ينشر الفيديو لاصحابه ومعارفه عشان يشوفوا شو هاد لينوكس ويفيدهم ويستفيد. بنلتقى ان شاء الله بفيديوهات قادمة، ونلتقى على خير بإذن الله. سلامات.